عندك أخت منقبة دايما بتقولك يا رب تدخلي الجنة معايا. حبيبتي دي حبيبة قلبي. دي أختي يعني القريبة جدا بالنسبة لي، وهي أطيب حد وأقرب حد لي. ريتا اسمها؟ ريتا، يعني أطيب حد وأقرب حد لي. عمر ما كان في بينكو خلاف في وجهة النظر على كونك بتحبي الرقص الشرقي وهي منتقبة؟ احنا اخوات، احنا اخوات، احنا لما بنقعد مع بعض ما بيبقاش في حواجز بينا علشان ما نتكلمش في اي حاجه، بنتكلم في كل حاجه واي حاجه وكل حاجه. بس هي عندها وجهه نظر محترمه جدا انا دايما بحترمها فيها، انها دايما بتدعي لنفسها على الثبات، انها تثبت، وبتقول ان ربنا لما يجي يحاسب الناس انا ما اعرفش اذا كان انا احسن منك ولا انت احسن مني، انا ما اعرفش. وحسابات ربنا مختلفه تماما. يعني تماما عن حسابات البشر. يعني البشر دايما بيحسبوها باللي شايفينه، ربنا ما بيحسبهاش كده. ما انا عشان كده شايفاكي جريئه، علشان انتي، عشان اختيارك وانتي عارفه انه البشر بتحسبها بحساباتهم، وانتي شايفه المجتمع. لا لا لا. وانتي بتراعي المجتمع، وانتي بتعاملي المجتمع طول الوقت زي ما قلتي. انا براعي المجتمع لحدود. انا حياتي اللي أنا عايشاها مش من حق حد يتطفل عليها. في حدود دايما البني آدم هو اللي بيحطها للناس، مش الناس بتحطها. انتي لو واربتي الباب هيدخلك جيش، بس انتي لو قفلتي الباب على نفسك مش هيدخلك حد. علاقتك بإخواتك من الأب نفس قوة علاقتك بأختك ريتا؟ بصي بمنتهى الأمانة، ريتا هي أبا وأما أختي، فهي اللي عشنا مع بعض العمر كله. فهي مفضلة طبعا بالنسبة لي كأخت، لأن هي فهماني كويس وحفظاني وعارفة أنا بحب إيه وبكره إيه وبعمل. إخوات الأم هم الأقرب من إخوات الأم، لأن اللي ربت واحدة، فإخوات الأم بيبقوا أقرب. وإخوات الأب طبعا في القلب، بس هتلاقيهم أبعد. لسه أنتي قايلة، صرحتي قلتي إنه كل رجالة مصر تربية واحدة ست. طبعاً طبعاً الأم هي اللي بتوصل، هي اللي بتعمل وصلة أكتر من الأب. الأب دايماً مشغول وملبوخ ومش فاضي، لكن الأم هي اللي هتقول لها أختك حبيها، دي أختك الكبيرة، دي أختك الصغيرة، ده أخوكي، أخوكي بيعمل كذا اسألي عنه في التليفون. الأم دايما هي الرابطة اللي بتربط كل الحالات دي. مع أن أنت في البدايات يعني ما كانتش معاكي والدتك، يعني مش اللي ربتك ومامتك، بس مش قادرة أقولك قد إيه أنا شبهها، مش عارفة جينز ولا إيه، بس مش عارفة أقولك قد إيه أنا طالعة أكتر واحدة شبه أمي أنا، في التصرفات وفي العلاقات وفي الكلام وفي الطريقة وفي كل حاجة. أنا أقرب واحدة لأمي.